ده العفش محضرينه هم مستعدين للرحلة اللي احنا هنقوم بيها انا والشباب. بسجل ارجع. الجاكيت قاسي. الجاكيت ده مهم قوي، بيحميني من المطر وبيحميني من الشمس. لازم الجاكيت ابو زعبوط البسه بالشكل ده قبل كل خروج. لبست الجاكيت وبنحضر حاجتنا عشان نمشي. ايه خير. البطاقة، السينيور سيتيزن، بطاقة السينيور سيتيزن، شايفين مهمة قوي ديت، لان دي في اي مكان، في المطاعم، في المواصلات، في اي حتة بيديني خصم 25% و12% فات، فمهمة قوي. بنحول العفش للعربية، دي السواقة اللي معانا، انا والبنتين والسواقة بتاعتهم. بنرتب العربية وكل حاجة عفشنا. خدت العربية ديت على اساس مريحة في السفر، مرضيتش اخد العربية الاصغر. ولبس النظارة طبعا، لان النظارة في السواقة بالنسبة لي مهمة قوي. كله تمام، ونبتدي احزم حزامي ونبص قدامي ونسمي بالله ونتوكل على الله. شكرا على مشاهدة الفيديو، وتابعوا معايا بقية الفيديوهات، اكيد هتستفيدوا. ما تنسوش تعملوا لايك، وما تنسوش برضو تشتركوا في القناة لو ما كنتوش مشتركين، واوعوا تنسوا تفعلوا الجرس الناقوس عشان تجيلكوا الفيديوهات الجاية كلها.